نتيجة النت ألان نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة لا اسكندرية 2024 الترم الأول عبر موقع البوابة الإلكترونية. نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الأول 2024 من المتوقع أن تقوم مديرية التربية والتعليم في محافظة الإسكندرية خلال الساعات القليلة القادمة بالإعلان عن نتائج امتحان الصف الثالث الإعداد الترم الأول، وذلك عقب انتهاء جميع الكنترولات بالمحافظة بالفعل من تصحيح الامتحانات وتجميع الدرجات والمرجعات النهائية، ولذلك شهدت موقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الأخيرة أعلى نسبة بحث من أجل معرفة الموعد الرسمي الذي سيتم الاعتماد الرسمي من قبل محافظ الإقليم. وتعد نتيجة الشهادة الإعدادية هامة جدا للطلاب وأولياء الأمور، حيث تلعب دورا حاسما في تحديد مستوى وتقدم الطلاب الدراسي. نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسكندرية 2024. عادة تقوم محافظة الإسكندرية بإعلان نتائج الشهادة الإعدادية في وقت مبكر مقارنة بباقي المحافظات في الجمهورية، وتكون هذه النتائج متاحة عبر موقع إلكتروني خاص بمديرية التربية والتعليم، حيث يمكن للطلاب وأولياء الأمور الاطلاع على النتيجة بإدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب. يترقب الطلاب وأولياء الأمور الإعلان عن نتائج الشهادة الإعدادية في محافظة الإسكندرية بشكل كبير، وقد يشعرون بالقلق والتوتر نظرا لتأخر إعلان النتائج حتى الآن، ولكن يجب أن يتم فهم أن هناك عوامل مختلفة قد تؤثر على وقت إعلان النتائج، مثل عملية التصحيح والتدقيق والتأكد من صحة النتائج. ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن نتائج الشهادة الإعدادية للترم الأول من العام 2024 في الساعات القليلة القادمة عبر الموقع الإلكتروني الخاص بمديرية التربية والتعليم في الإسكندرية. رابط وخطوات الاستعلام عن نتائج الشهادة الإعدادية بالإسكندرية. أولا، يقوم الطالب بتسجيل الدخول على موقع البوابة الإلكترونية للتعليم الأساسي. ثانيا، يتم تسجيل رقم جلوس الطالب المراد معرفة نتيجته. ثالثا، يتم الضغط على عرض النتيجة والحفاظ.